عندك برضو بعد ما احنا كده خلصنا مثلا الانشاء اهو، بتحتاج ان انت تكتب سمك السقف على السقف كده، يعني انت انا تفهم ان دي ايه فلات سلاب 20 سنتي، وان دي سوليد 14، ماشي تفهم التأشير ده انه ايه حمام. الحمام اهو بص، ده حمام وده حمام، فاحنا بنهشر مكان الحمام بحيث بنقول له ان المكان ده هيبقى ساقط، في فرق منسوب تمام عشان الصرف والكلام ده بتاع الحمام. ماشي انت الحمام بتروح جاي مهبطه 10 سنتي عشان تمشي فوق مواسير مواسير الصرف الصرف بتاعك والخيش المقطرن والكلام ده كله. لازم بتكتب على كل كمرة ابعادها، يعني هتكتب له ان الكمرات دي كذا في كذا، هتكتب له ان السقف ده سمكه كذا، وهتعرفه ان ده حمام، هتحسب التي اس بتاع الكابولي. ليه عملنا كل ده يا باشا؟ انت ناس ان انت اللي هتدخل الحاجات دي للبرنامج الانشائي، الساب او السيف او الكلام ده، مش انت اللي هتقول له ان الكمرات مثلا 25 في 50 وهتبدأ ترسم بيها الكمرات ديت. هتقول له مثلا عندك كمرات 12 في 70 وهترسم الكمرات ديت، ماشي يعني هتكتب انت اما تيجي تعرف الفلات سلاب هترسم انت ايه الفلات وهترسم السوليد صح ولا غلط، وعندك الكابولي طبعا هيبقى ليه سمك برضو هترسمه بيه، فاهمني؟ فانت لازم تبقى جايب التخانات بتاع السقف، ابعاد الكمرات، وطبعا حولته للانشائي زي ما انت شايف كده، خلاص.